لقيت وجهة نظر مسرحية بتتكلم عن المكفوفين. المقصود بالمكفوفين هنا مش هما الناس اللي انحرموا من نعمة البصر، إنما اللي عندهم عينين وقادرين على النظر لكن ما عندهمش القدرة إنهم يشوفوا الواقع اللي حواليهم. لأن الشوف مش مجرد النظر، الشوف الحقيقي وجهة نظر. من غير وجهة نظر يصبح أي إنسان كفيف. أنا أخرجت مسرحية وجهة نظر وأنا مفتح، ومثلتها 5 سنين وأنا مغمض. في ال5 سنين عشت كل ليلة بأحاسيس الكفيف، بألمه وعجزه وفرحه، برقته، بالدوافع القوية اللي جواه إنه يعلم، إنه يعي. فهمت يعني إيه بصيرة الكفيف. 5 سنين مغمض على خشبة المسرح، واكتشفت بعد ال5 سنين إن الإنسان محتاج يغمض أحيانا عشان يشوف أكتر. Thank you.
اسمع، الظاهر الدنيا عتمت. طب واحنا مال؟ هي الساعة تطلع كام دلوقتي؟ زي امبارح. يعني الشمس راحت ولا لسه؟ الله أعلم. إيه، كل ليل وله آخر. إلا الليل بتاعنا مش هتطلع شمسه أبدا. ربنا كبير، نبقى محتاجين معجزة. شمس قولي انطقي انطقي، ده فجر ولا غروب؟ أول شعاع النور ولا ده آخره؟ لا بد من آخر يا ليه. الشعب اتأخرت علينا الأسبوع ده قوي يا معلم. ما انتوا كمان اتأخرتوا في الدفع. انت زي ما تجيب الخضار معفن كده. على قد فلوسكم، احمدوا ربنا انكم لاقين الأكل. أحمدك يا رب إني ما باكلش منه. إزاي صحت الشعب النهارده؟ نايم، مالكش دعوة بيه. عندك حق، لا يقولوا إن أنا اللي صحيته. بالمناسبة ليا قريب كفيف عايز ادخله المؤسسة عندكم. قوي قوي، ده البي المديري رحب قوي. اه، المهم يديني المعلوم، حلاوة ما اجيب. بس انت روح هاتوه يحلها ربنا. يا كريم يا كريم يا رب. مفيش فايدة، حد ياخد بإيدي. سنتين ولسه ما حفظت سكتك.
شاف الدكتور جه ولا لسه؟ يا اخوان محدش فيكم شاف الدكتور جه ولا لسه؟ ما انا عارفه بختي اسود من يوم ما اتولد. حاسبي وانت ماشيه، حاسبي يا اختي لا تتحكي في الرجاله. ما نتحكي يا اختي، ما نتحكي. يا ريت. هو احنا طايلين؟ ايه يا واد يا مصنفر ده؟ هتوضى تاني؟ يا مخلص. انت هتفضل واخد الراديو لنفسك؟ ايه يا خيش عايز تسمع؟ تعالى جنبي. مش قاعد جنبك يا اخي، هو بالعافيه. خلي الراديو معاك واديني محطه. طب وانت تختار المحطه اللي على مزاجك ليه؟ ايوه، وفتح الراديو على الاغاني الخليعه والمناظر المؤذيه. سيب الراديو والا اشتكيك للاداره. ايه ده؟ انت بتهددني يا خشب؟ طب والله امسح بيك بلاط المؤسسة. مش معايا، مش معايا. اهو اهو اهو. امنع شوشرة، امنع سادة مجموعة دي. كويس كده، ارتحت بقى عشرة وجالك. اه لو فتح دقيقة واحدة كنت خلصته. يا عم تخنق مين؟ ده عشماوي ده واخد بطولة المحافظة في وزن التقيل، ثم انت هتطول رقبته ازاي؟ ده طوله مترين بالراحة. انا مش قلت امنع الزيطة. انا بقى عايز التخين فيك ويتنفس. هات الراديو يا عباري. والتلفزيون كمان ممنوع. يا مصدي حبوا تدور سلندي. ده هو التلفزيون. ده كلام. ايه ايه ملاك زعلي يا فندم؟ مجموعة قديم دي بالذات من دون المؤسسات. لا اخر شغل. ايه ده؟ قوم تشخط في اولادي اللي كده؟ انا ما اسمحلكش. الصوت معايا يا سبعاو بيه. وهل هذه تومة؟ لا بس الصوت العالي يخلي البوب ياخدوا عنكم فكرة وحشة ويقولوا عليكم غير متكيفين. هو احنا بنجيب بس ولا كلمة على نفس. مش انتم يا اولادي؟ انا بكلمه هو. انتوا بأمانة في رقبة ربنا هيحاسبنا عليكم يوم القيامة. يا سبعاو بيه دول سلوكهم معوج. ولو دي مسؤوليتك. انت المشرف هنا. تخصم لهم اه، انما ما تشخطش في اولادي، مفهوم؟ حاضر، انا اسف. مخصوم منكم خمس ايام. ايه مبسوطين يا اولادي؟ شفت اهم زمزمه. لا 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 لا، تعالوا هنا. هي حصلت الزمزمه كمان؟ ده بدل ما تحمدوا ربنا ان سيد بيه السيد فكر فيكم وعمل الجمعيه الانسانيه دي مخصوص علشانكم. احنا مش مقصرين ناحيتكم في حاجه. سكن وعوينكم، شغل وملتزمين نشغلكم، فلوس وبنديكم، وبناكلكم ونلبسكم احسن اكل واحسن لبس. ده احنا من دوخ بل ما نجيب لكم دعم من محافظة وتبرعات من الأغنياء. بنتلطم ونشحت عليكم في الأمم المتحدة وجمعيات المكفوفين في العالم علشان يدونا منح وهبات للغرز. احنا بنخدمكم لوجه الله والإنسانية. ايوه بس سبعاو بيه. ايوه ولا مؤاخذة يعني. ايوه احنا عندنا شوية مشاكل ومش لاقيين حد نكلمه. ايه ده؟ مشاكل؟ مشاكل في المؤسسة بتاعتي أنا؟ طب وساكتين ليه؟ ما عندكم الأنسة نظيرة الإخصائية الاجتماعية وهي كفيلة بحل أي مشكلة. مش ممكن، مش معقول. مش عارفه احل ولا مشكله من اللي عندي. بلاوي اتكلتلها. كويس كده، كويس كده. اتضحكيهم عليكي؟ ومين السبب؟ يعني اتكلم قدامهم واقول الحقيقه؟ اه طبعا تتكلمي وبصراحه مطلقه، احنا ما عندناش حاجه نخبيها. اتكلمي. خلاص يبقى المؤسسه دي كلها يعني سكت. عيب عيب تشاوريني قدام الاولاد. احترمي مشاعرهم. ايه منهم عمر مكسوفه وشوشيني. ايه لازم الاستاذ يتجوز؟ هو ده يا اصحاب. طب اتفضلوا انتوا اولاد، اتفضلوا على حل مشكله نصيغه الاول. اتفضلوا يا نامي، اتفضلي.
دي مش شريعه لما كل شويه تهزقني قدامه. طب وانت يهمك ايه من دول؟ كفايه عارفه قد ايه انا بحترمك. اي لزوزه يا جميله. ايه ده؟ ايه بحترمك؟ حد يشوفنا؟ هو في حد فيهم بيشوف؟ الموظفين يشوفوا يتكلموا. عمرك سمعتي عن موظف في الدنيا بينطق؟ يا ستي ثم دول كلهم بتوعي. طب تعالي مكتبي احل لك كل مشاكلك يا جميل. انت يا قمر يا سمعوا بيه. ايه انت اتجننت؟ لا مؤاخذه انا متاسف. ايه في ايه؟ البنت سنيه عايزه اتكلمك. اقول لها في ايدي شغل. ايه؟ لا هاتها طبعا. حاضر. تعالي سنيه هاتي ايدي. من فضلك فيني. انا مش عاجبه. انا نظري ثلاثه على ستي. ما اقدرش لوحدي من غير مساعده لو سمحت. على مهلك يا سنيه. اتشكري يا نظير. انت معلش تمسكي ايدي لكن جنس راجل. لا ما تتضايقيش من كلامي يا استاذ سبعاوي. لا ابدا يا بنتي خدي راحتك على الاخر. اصل شعور فظيع يا اختي لما الواحده مننا تبقى يا مصيبتي يا مصيبتي جيب راجل. لا ده انا. ما تفهميها يا نصيره. فعلا الاستاذ سبعاوي مش راجل. شفت ايه؟ قصدي يعتبر قد والدك. ايه؟ خير يا بنتي اموريني. الموضوع بتاعي حضرتك نسيته. الموضوع بتاعي انساه يا سلام. انساه ده كلام حتى بالاماره. موضوع العمليه اللي عايزه تعملها وسيادتك مطنشها. ايه قصدي وسيادتك فاهمه اني انا مطنشها. طب وحضرتك عملت لي ايه؟ هقول لك حالا عملت لك ايه. ايوه يا ستي هعرضك على دكتور المؤسسه علشان ايه؟ علشان يفقعلك عينيكي. يفقعلي عينيا؟ قصدي رقعلي قرنيه عينيك. ايه ده؟ حاسس اني خبطت. حاضر يا سنية ان شاء الله لما يجي الدكتور هعرضك عليه. انا بقالي خمس شهور تقولولي الدكتور مش موجود بس النهارده بقى اتاكدت انه موجود. ايه ده؟ ايوه يا بنتي كاتبين يعني انت كنت شفتيه؟ لا. طيب بس الانسه نظيره هي اللي شافته وقالت لي. يو بعدين في القرف ده؟ وحضرتك بتشتمني ليه دلوقتي؟ مش انت مش انت يا سنية؟ امال انا؟ لا بقى انا مش ولا انت يا نظيره. امال مين؟ دي القطه. القطه اللي دخلت دلوقتي. بس يا قطه بس بس يا قطه بس جاتك القرف ملاك. افندم سعادتك. افندم من فضلك يا ملاك يا ابني اذا سمحت شوف للدكتور كده موجود. لا يا افندم الدكتور عينيه وجعاه واخد اجازه مرضي. شفتي قال كلامي؟ طب ليه يا نظير؟ ليه يا نظيره تكذبي على واحده عاجزه مسكينه زيي؟ مش عيب. انا ما كذبتش. اللي بتقوليه ده جايز ما شفتش كويس. طب ليه ما بصيتيش كويس؟ يا تفتحي يا تلبسي نظارة. حاضر. متأسفة يا سنية. حاضر يا سنية. أنا عينت دكتور في المؤسسة عندنا هنا جديد وإن شاء الله لما يجي أخليه يشوفني. متشكرة قوي بس أحب أفكر حضرتك إني ما بحبش حد يحط إيده عليا. شيلي إيدك من عليها يا نصيرة. حاضر. متأسفة أنا ظنيت غلط إنه حضرتك. أصل أنا ظنانة. العفو يا بنتي. اتفضلي بقى خليها تغور من وشي. يلا سنية تعالي. استاذ سبعاوي. نعم يا بنتي. انت قلت دلوقتي خليها تغور من وشي. انت طبعا تقصد القطه مش كده؟ طبعا يا سنية اعوذ بالله. انا برضك فهمت كده بس حبيت اتاكد. ادفعوا عليكم وعلى اشكالكم. بتقول ايه؟ ايه بقول على الدبان؟ هو في دبان؟ هو كان في قطة؟ ثانية ثانية ما وصلت. من فضلك أنا ما شفتش أشاش برضه وما ضربش لوحدي من غير مساعدة. على كيفك يا ثانية. ثانية تعالى خش يا عرفة خش بيتك وما تراحت. يا سلام حتى النور زاد على وشك يا عرفة. خش يا عرفة خش بس برجلك اليمين. ايه ده هو هنا حيطه ليه؟ لا مؤاخذه لا
مؤاخذة يا معلم، احنا بقينا فين دلوقتي؟ انت خلاص وصلت يا عرفة، وصلت، دخلت الجنة برجليك. لا ما تقوليش، طب استناني كده. والله فعلا. بسم الله ما شاء الله، بس انا برضو كان قلبي حاسس ان احنا هنلاقي الجنة فاضية. نلاقي دلوقتي جهنم فوق بعض كده. كلهم موجودين جوه، تعال انت بس. يلا لا من هنا، خلي بالك في سلم على مهلك. تعال تعال يلا تعال خش. لا ما يصحش نخش الجنة من غير استئذان. يا اهل الله اللي هنا، يا سي رضوان. ايوه مين اللي بيجدى؟ غريبة، انت عرفت اسمه ازاي؟ لا دي حاجة بالنظر كده. يا نعم. اهلا اهلا سي رضوان. طب لحظة يا معلم، ادي خبر للبيل مدير. اهلا وسهلا. ايه رضوان ما بيشوفش هو الاخر ولا ايه؟ مشي رضوان مشي، يبقى ما رضيش يسلم عليا. الظاهر سيئاتي كتيرة يا جدع. صدقني يا ابو العرف، المؤسسة دي البيت اللي هتلاقي فيه الراحة. بيت الراحة. طب ما تقول كده، من الصبح تريني من ساعة ما دخلت وانا شامم ريحة نتانة. ازاي؟ احنا في منطقة تعتبر واحة في وسط الصحراء. ايوه ما هي الواحة فواحة. مش احسن من الحتة اللي جيت منها؟ ما تخليني ساكت. جرايه يا معلم، انت هتذلني ولا ايه؟ انت حلفت لي ما تفتش سر الجنس مخلوق. ما انت اللي نازل تريقة، ادعي بس انهم يقبلوه. لا ان شاء الله باذن الله. انما يعني ما فيش حد من الزملاء المكفوفين جه يستقبلني، هما ما عندهمش نظر ولا ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا زمل، كمون تعالى. اتقدم. حضرته السبعاوي بيه مدير المؤسسه الانسانيه. معقول البيه المدير جه يستقبلني بنفسه؟ اتريني الاخر بقول المكان نور ليه؟ هينور بوجودك ان شاء الله. سيادتك بتتريق عليا. اكمني معوق؟ لا لا لا. يلا بينا معلم. انت تسخر مني ومن عاهتي. يلا بينا معلم. انا بس اللي اقوله الطريقة اروح زي ما انا عايز، انما انا لا اسمح لك. يلا معلم. انا البيه المدير، انا اسف يا سيدي، حقك عليا، لا بتريق عليك ولا حاجة. اسف. ودي راسك ايه؟ والله انت سداد، انا بهزر معاك يا راجل. طيب اوعى. مقبوله منك. قول لي. نعم. اسمك ايه؟ الشواف. نعم. عرف الشواف. تشرفنا يا اخ عرف، وهتبغي المؤسسه في بيتك ومكانك. استبين الهاب، مش هتدينا المعلوم بقى؟ ايه؟ يدينا المعلوم؟ قصدك ايه؟ احنا جايين ناخد منه صدى؟ لا 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 لا، هو قصدي اديكم المعلومات عن المؤسسه. كده تبقى وجهه نظر. بس خلي بالك يا معلم، هنا مش كامله مدورها على زباين، لا دي جمعيه خيريه لمساعده العجزه والمساكين. ما احنا مساكين برضه يا سبعاوي بيه، وانتوا كل ما زاد عدد العجزه الحكومه بتزود لكم في الاعانه. انت بتقول لي في ايه؟ بتقول الحكومه الف مبروك يا عرفة، خلاص المؤسسه وافقت عليه. ايوه بس انا لسه ما وافقتش عليها. نعم. لا مؤاخذه يا معلم، انت حاسبني هنا في قرابيسهم، لازم اعرف كل شيء عن المؤسسه من طقطة لسلام عليكم. حاضر يا سيدي، بلاص اللي انت فيه ده كان استراحه لواحد ابطاعي والثوره صديقه لصالح الشعب. كلام جميل، الشعب اللي هو احنا. ايوه اللي هو انت. وسيد به السيد كوني الجمعيه الانسانيه دي واجره من الحكومه بايجار رمزي. وباختصار شديد، المؤسسه فيها كل وسائل الراحه والترفيه عن المكتوبين. لا مؤاخذه، لو فيها رزاله ممكن اشوف بنفسي. معلش اسمح. يعني ايه؟ مش مصدقنا؟ جرايه يا معلم، انت شفت القمر؟ ايوه شفت القمر. طيب الشاعر الشعبي المجهول اللي هو انا قال ايه؟ قولوا القمر طلع، قولوا يا محلى سنا، انا عمري لما السني شعاعه او ارتويت بضياه، فمن حقي اشك في وجوده لو نطق الحمار وقال انه رآه. أول حاجة أحب أعرفها ريحة النتانة دي جاية منين؟ ده ريحة السباخ بتاع الجنينة اللي تحت. جرى إيه يا سبعاوي بيه؟ هو في جنينة تحت؟ جرينا يا معلم، ما هي باينة قدامك إيه زي الشمس. والله دي ريحة الجنينة. الله متفتح يا معلم، أنت بتشوف الريحة وما تشمهاش. سيبنا نتفرج يا معلم، يلا. حقيقة يا سبعاوي بيه كان لي عظيم الشرف. أيوة. غريبة. إيه؟
الريحه راحت. اه ما انا خليت المعلم قفل الشباك. طب يلا وصف لي المكان هنا الله يكرمك. انت دلوقتي في البهو الرئيسي بتاع القصر. يمين. على ايدك اليمين في انتري شيك مودرن. الله الله. على ايدك الشمال في التليفون. ما شاء الله. عندنا جهاز تكييف، جهاز راديو، جهاز تلفزيون 56 بوصه، واقع طول في سلم، السلم ده بيودي لباب الاداره، واقع طول في حيطه، الحيطه دي فيها شبابيك وعليها. ايوه ايوه شايف شايف. شايف ايه؟ دي حيطه هيبقى عليها ترماي مثلا يعني. عليها صوره بالقطع. ايوه ايوه هي فعلا عليها صوره بس طبعا مش هتعرف صوره مين. ليه ما باينه زي الشمس؟ صوره مين؟ صورة رئيس. لا 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 مش صورة رئيس. هنهلك. بص فيها عادي. لا يا صورة رئيس. انت ليه متأكد انها صورة رئيس؟ مش كل جمعية لازم تعالى صورة رئيس بتاعها. اه لا انت مخك راح فين يا رايس. على ايدك اليمين في ممر بيودي للمطعم. سيبك مطعم وكلمني عن الاهم. يا ترى سبعه بيتشغلونا هنا اعمال كويسه؟ ايوه احنا عندنا اعمال خزان وكليم وحصير وعندنا مصنوعات جلديه جزم وشباشب وخلافه. لا خلينا في الجلديه. على كده بتدفعوا لنا مرتبات مجزيه؟ احنا بندي بالحته يعني ندي لك 2 جنيه على الجزمه. على الجزمه؟ ومش عيب برضو يا راجل تدونا حقنا على الجزمه؟ ما اقصدش. ولا يهمك ما انا راخر اقدر اديك 4 جزم في اليوم مش اشكال. غريبة الريحة رجعت. والله انت جيت يا معلم؟ ايوه. مش خلاص يا عرفة؟ لا لسه. قول لي يا شباب يا ترى عندكم هنا مطبوعات بطريقة برايل؟ ايوه يا سيدي عندنا مطبوعات بطريقة. ايه ده؟ انت بتعلم القراية؟ للأسف لا. امال ايه الكتاب اللي في ايدك ده؟ لا ابدا بتفرج على الصور بس مش اكتر من كده. هكون جايبه ليه يعني عشان لما تعلمونا هنا طريقة برايل ابقى اقراه. طب يا سيدي خلاص؟ لا لسه. كلمني عن النوم. هنام فين؟ اه قصدك عنابر النوم. هم عنبرين. عنبر للرجاله وعنبر للبنات. كان في بمناسبة البنات لنا هنا وقفة. وقفة ايه عارف؟ يا ترى مستوى الجمال عندكم معقول ولا اي كلام؟ ده انت راجل مسخرة والله. عنبرية دي اللي ايه؟ والاصل دور واحد. لا يا سيدي الاصل ده دورين. طيب. بس الدور الفوقاني قافلينه علشان في بعض الترميمات والتصليحات. طيب ما ترموه بسرعة بقى عشان توسعوا. خلي ربنا يوسع عليكم. هو موجود في الخطة الجاية يا سيدي. يعرف هو تحقيق ما تخلص. لا لا الحقيقة بعد اللي شفته هنا انا ما عنديش مانع ابقى معاكم. احنا متشكرين على هديتك العظيمة دي. مين يا معلم؟ ألف ألف مبروك يا عرفة. عايزك تطور رقبتي وخلي بالك لو كشفوا سرك هيطردوك ويمكن ترجع السجن تاني. شش كتب. انت مش خدت المعلومة؟ ايه؟ المعلومات مش خدتها. انت كمان على راسي بالحضن. هيبقى لك وحش والله. سلام يا عرفة. سلام عليك يا سبعاوي بيه. مع السلامة يا معلم. سبعاوي بيه مش شايف ان المبلغ ده كتير فيا؟ انت كتوم منه والله. برافو عليك. رضوان بيقول ان في زبون جديد. زبون؟ هما جابوني الحلاق ولا ايه؟ زبون ايه؟ زبون ايه يا نصيرة؟ قصدك نسيل؟ ما هو قدامك اهو. مؤاخذة ما خدتش بالي. معلش العطب على نظراتي دي كمان. تعالي تعالي في انظري شيك الناحية دي. تعالي يا امي. متأسفة أصلي لما شفتك. انت بتشوفي؟ اي لا حول الله. لما شفتك ماسك الكتاب افتكرتك مفتح. لا ما انا مش مقفل قوي برضه يعني. يلا يا نصيرة املي له بيانات الاستمارة عشان يلتحق بالمؤسسة. حاضر اديني ايدك لو سمحت. تعالى معايا. ايه القاسة يا توكا ده؟ ايوه اقعد يلا. قول لي. نعم. الاسم؟ عرف الشواف. السن؟ 35 سنة. النوع؟ 6 سلندر. هو ايه ده؟ لا لا قصدي نوع حضرتك ذكر ولا انثى؟ ايه؟ والله انت اللي مفتحها شايفه ايه؟ خلاص يا سيدي عرفنا انه ذكر. لا استني ما تكتبيش. ليه؟ مش تتاكدي الاول يا ماما. خلاص ماشي تعالي. قول الحاله الاجتماعيه. انا عازب. طيب وانت؟ أفندم مش شايفة إنها غريبة إن واحدة جميلة زيك ما تتجوزش لحد دلوقتي يا سمعاوي؟ إيه الحكاية؟ إيه ده إيه ده إيه؟ مش عرفك إني ما اتجوزتش؟ لما سلمت عليكي لقيت إيدك طرية. حكي من واحدة فيكم لما بتتجوز إيدها بتقشف من الغسيل والمسح.
طيب ايش عرفك؟ ايش عرفك انها جميله؟ يا سيدي دي مجامله لا طلعت ولا لسه. الست قاعده قدامنا حولها ايه يا سلام؟ خليك معايا. قول لي سبب عجز البصر وراسي خلقي مرضي. الحقيقه انا فتحت عيني على الدنيا تعميت. طيب نسبة عجز البصر كام في المية؟ 99.9%. 99.9%؟ أيوة ما أنا رئيس الأميان. ايوه وش معنى الواحد من 10% ده؟ ده عشان تبقى محبوكة. اجل اجل ايه؟ عشان كفك ساعة دور على ايدك. انت مش مستمتينك يا راجل، انت اللي مفتح اصطاد يا جلع. ثبت ايدك من اصطادك يا راجل. اجري جايبين هنا كمان اضبش حتى كفك تبوخ في الاخر. هي حلاوتها من اول كف. اخلى خش من اللي بعدين. مقدار التعليم 2 كيلو. في حاجة اسمها 2 كيلو؟ وفي حاجة اسمها مقدار التعليم. طب معاك ايه؟ انتوا جايبيني هنا تسرقوني ولا ايه؟ اجري يلا اجري يلا. افهمني بقولك مقدار التعليم. التعليم؟ تقصدي المستوى العلمي. ايوه. ذا ليفل. ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ايه؟ نفدت. نفدت من ايه؟ انا امي. امك؟ لا امك انت. استطتك. لا حلوه يا سماوي. حلوه؟ بالنسبه لسنك حلوه. طيب ليك هوايات مفضله؟ انا كان لي الشرف ان احصل على وسام الجمهورية. برافو. في ايه؟ في الرماية. بعدين بقى رماية ازاي بس؟ برمي كلام زي الرصاص. انا افتكرت في النشان. اه وليه في النشان صولات وجولات. انا كنت بطلع في النشان الاول. النشان الاول. ازاي كنت بتطلع في النشان الاول؟ في التنشين. تيك تك تيك تك. خليك معايا. كنت بتطلع الاول في النشان ازاي؟ ما انا كنت هجيب لك عينها حالا دلوقتي. لا قول لي كنت بتطلع الاول ازاي؟ كانوا بيوقفوني على حيطه وينشنوا حواليا. حلوه. ايدك بعينك. طيب لو سمحت اديني ايدك عشان ابصمك على الاستمارة. ايه ده حتمضوني عمياني؟ ايه بقى؟ ايه الفوضى دي؟ غيروا بنات الاول، الحقوا نصير، يلا. حاضر. اقر على الموقع عدناه بان التزم بنص لائحة المؤسسة. نصها بس؟ قصدك نص اللائحة. هو سيادتي خريج الجامعة؟ طبعا. عشان كده. تليفون علشاني؟ سيد به السيد؟ أنا إذنك نظرة تقوم باللازم. غريبة بيعرفوا الأول مين اللي بيتكلم معايا التليفون يرن؟ لا ما شفتهاش قبل كده دي الحقيقة. أنسة نظيرة يبدو إن المسألة. أيوة يا رضوان بتقول إيه؟ سبعة وجاية يا ستي؟ جاية له حالا. إيه رضوان ضخص ولا إيه؟
أستاذة نظيرة. أنا اللي أسفة، أصلي عمشة. لا هنتاري يا بعض. والنبي ما انت أي ما أنا حبص عليها. ثانية واحدة بالمرة بقى. تفضلي. متشكر. نعم. ماشي من اسكندريه ولا ايه؟ ايه مالك، في حاجه؟ بتبصي لي كده ليه؟ لا انا ما قصدتش ابص لك. لا اصلك وقفتي وسكتي مره واحده، بتشبهي عليا؟ لا ما افتكرش كل شفتيه قبل كده، سنه جديد ده اول يوم بالنسبه لي الحقيقه. هو حضرتك اللي اتعينت جديد؟ لا مش تعيين. انا كده ما صدقتهمش، الحمد لله اني لقيتك. اعمل معروف ارجوك، ابدا بي انا الاول. ايه هو انتوا عددكم هنا كبير ولا ايه؟ ايوه احنا عددنا كبير، بس المفروض انا اللي جاهزه دلوقتي. لا كده عيني عينك. اسمعني بس اسمعني، انا حاله مستعجله. لا 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 يا ماما لا، انا في الحاجات دي احب الروقان. اسمي ثانية امام عبد المتجل. والله ما بتفرق معانا الاسماء. قالوا لي ممكن اعمل عمليه ترقيه للقرنيه وارجع اشوف تاني. انا اسف. تاسف. هو وحضرتك نعم غريبة ما يبانش عليكي ده، بس من كتر ذوقك. لا ابدا، ده بس من قلة نظري. انا كنت بشوف لحد 10 سنين وبعدين طلعت لي سحابة على عيني، فضلت تزيد. مرات ابويا بقى منها لله، بدل لما تعالجني رمتني هنا، والملف اللي معاك ده فيه كل حاجة. نعم. والله مظبوط. دي صورة الأشعة، ها؟ أمال إيه اللي قصادها دي؟ يمكن صورتي بس وأنا أصغر شوية. شكلك اتغير خالص. تصوري ما عرفتكيش. من فضلك. اتفضل. ما تخبيش علي. أيوة. في امل يا دكتور. دكتور؟ لا 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 مش امل خالص. يا امي ما صوتي، يا امي هتسكت لساني. يا امي ما صوتي، الامل موجود طبعا. لكن لا ما تقولش لكن، ده انا الدكتور اللي قبلك قعدت شهور عايز اقابله بيتهرب مني. ايه ده يا دكتور؟ امال بياخد مرتب عشان ايه؟ مش عشان يراعيكوا؟ طب ما تكشف انت عليا وخلاص. انا مش عارف اقول لك ايه اصلا. انا ما تقولش اصلا.
لا بس انا ما تقولش بس. لا انا مش ما تقولش مش ما تقولش مش ما تقولش مش انا ترجيتك وعمري ما اتذللت لحد. انت اللي بايدك ترجعلي النور لعينيا. كنت رجعته لنفسي انا. ده انا يتيمة وماليش حد. طب عايز ايه؟ عايزني ابوس ايدك؟ لا صفر الله. لا يا امي ارحبوش. لا امي لا يا امي لا. هتمسحي بيها الأرضية. خلاص خلاص يا ماما خلاص يا أخت سنين. خلاص خلاص مش عايز عياط. خلاص يا أخت سنين أوعدك إن الكشف هيتم عليكي في أقرب فرصة. لو في عمل هتعملي العملية. يعني غمضي عينيكي كده فتحيها. الحمد لله على السلامة. عايزة مني حاجة تاني؟ متشكرة كتر ألف خيرك. إلهي ربنا يحافظ لك على نظرك يا رب. والنبي تشوفينا دعوة تانية. ما تشرفتش باسم حضرتك يا دكتور. ألف دال جراحة عامة وحاصل على الجي سي بي دي اتش واي زد في الجراحة الخاصة. والحقيقة أنا متخصص نني. أنا في النني جني. أنا مليش في البياض ليا في الصفاء. قصدي يعني الاختصار العلمي ألف دال عرف الشواف. ايوه بسمع عنك صراحه يعني كل العيانين بيشكروا في حضرتك والله. ما هو ده اللي خلانا في العيال الحقيقه. بس الاضمن ليكي برضو تخلي الورق بتاعك معاك. امسكي يا ماما. لا ساعديني ومدي ايدك يا حبيبتي. انا مديهالك. انت كلك فين مش ايدك. فين هو حضرتك انت كمان بصره. ولا لا؟ لا طبعا. تيجي ازاي؟ طب وما قلتش ليه؟ وانت جيتي ايه فرصه؟ عايز اقول لك اصلا مش دكتور. لا ما تقولش اصل بس. انا لا ما تقولش بس. انا مش ما تقولش مش. طب اكمل ازاي اساسا يعني؟ بس مش انا مش دكتور؟ ابقى عايل لو ما نفذتش كل كلمه وعدتك بيها يا اختي. ما تقدرش وعدتك بقى غور من وشي. مش عايز اشوفك تاني. طب استنى اكتب لي كروشيت. انا هزر ليه؟ هو فين؟ فين يا سيدي الزميل الجديد ده؟ هو قدام عينك يا اخي. كانوا يجيبوا لنا بنت. احنا مقصير رجاله. هما فين؟ احنا شامين ريحتهم. اللي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. نزيد واحد ننقص واحد مفيش فايده. ايه ده احداث 24 ساعه دي ولا ايه؟ اهلا وسهلا. احب اعرفكم بنفسي. انا الدكتور قصدي زميلكم الجديد عرف الشواط. اهلا وسهلا. اهلا. لا الحال من بعض نلم نفسينا بسرعه عشان ايه؟ هتظلوا ساعه بحلقوا فيه ولا ايه؟ ايوه صحيح يا انصاف. واقفه تتفرجي على ايه مطيال؟ خلينا شويه الحته يشوفوا كويس. اهلا بيك يا اخ عرف. اهلا وسهلا. انا مخلص امين. هنشوف. لا انا مخلص امين. طب وانا اضمن منين؟ اسمي مخلص امين. يا سلام. طب ما انا اسمي الشواف. كنت بشوف اهي كلها اشواف. الهي يجعلك وش السعد علينا يا رب. مين ده؟ خيشه. اهلا يا خيشه. كان شحات قبل ما يخش هنا. كنت بكسب بره اكتر والله. معكش دخان؟ سيادتك بتدخن؟ لا ببيعه. اه كويس. سهل لك يا سيد. قول لي يا ابني. نعم. مش الاخ مؤمن برضه؟ وسيادتك من امبابه؟ ونعم بالله ما دخلت الجنه عندكم ازاي؟ مين الكولونيل ده؟ ده عبد الباري.
كان بيقرا في الترب على الميتين. كان بيقرا عليهم ولا بيخنق فيهم؟ وانت مين؟ مسعود. مسعود ليه يا بابا؟ مسعود. مسعود انت؟ هاي مسعود. مسعود اهلا وسهلا. ايه يا اخوانا مين اللي دارس على مناخيره؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انا واقف معاك مش ماشي. انا واقف معاك. طب انا مش واقف. انا واقف مش ماشي. طب حاسب دراعي. طيب يا اخوانا انت مفتح ده ولا ايه؟ عشان تقولي انك كنت في حقوق وبعدين ايه نقلوك ظلام؟ كلام معايا انتهينا. ومع ذلك انا سعيد ان انا شفتكم جميعا. انا نزلك ورايح على الكرسي بقى. الله يكرمك. انا اسف. ايه في ايه؟ بيتخانقوا على الكرسي يا سيدي. بيتخانقوا على الكرسي؟ ليه؟ ما الكراسي هنا كتير اهي. مفيش. مفيش. ايوه. مفيش. مفيش الا غير كرسي واحد مفيش مسامير. طب قولها قبل ما لازم تلحنها لي. طب بدل ما تخانقوا على الكرسي ما تشتكوا الاداره تصلح لكم بيت الكراسي. الشكوى لغير الله مذله يا اخ شواف. لا خلاص سيبوا المساله دي عليا والاداره. انا هتصرف معاهم ان شاء الله. انت اللي اسمك شواف؟ مين؟ علاء الدين؟ انا ملاك. طب ما تنزل على الارض وتكلمني. انت باين لك لمت يالا. تحب تشوف نفسك من اولها؟ اشوف نفسي؟ ينفع؟ ده بيتحداني. يا سيدي ما يقصدش ما يقصدش. هو حد مننا يكره يشوف؟ اه انا بحسب كنت اوريه شغلي. ليه ما تيجي توريه شغلي؟ تعالى اخويا. عندك كل ده صباع. يا نهار اسود. امال سلسله ظهرك قد ايه؟ مخلص يبقى اوريه شغله في الورشه. انا ماشي. اتجننت. تعظم معايا عشماوي المشرف بتاعنا. ايه هيشنقني؟ والله لما يكون البسجان اللي كان عندي في السجن. إيه ما علينا. تعالوا يا اخواني تعالوا اقعدوا جنبنا كلهم سوا مع بعض على موسم.
يا حبيبي يا حبيبي نزلت أهلك وحلت سهلك. أنا شبار يا بركة، أنت بركة. لقمة هنية كفي مية، شوية قرص على جبنة قديم. وحشتني القرص، فين أيام القرافة؟ إيه لسه روحك فيها شخباري؟ اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. اتفضلوا مدوا ايديكم حصلكم حالا. أشكرك على ما رزقتنا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا فيما رزقتنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا حول الله. ايه ما بياكلكمش في المؤسسه ولا ايه؟ هات والله ما فيش حاجه يا اخي. لا ده صندل يا شحبار، الصندل براحه. خير ربنا كتير، بس راح فين؟ بقول لكم قرص قرص، فاكرينها قرص برين بتتبلع. يا اخواني لا تهتموا بغذاء البطون، اهتموا بغذاء العقول. بالمناسبة المكتبة هنا بتفتح امتى؟ امين المكتبة ما بنشوفوش، بيشتغل في بلد عربية، اصل المدير بقى خاله. وافرض فتحت، مفيش حد فينا بيقرا غير مسعود. طب وانتوا ما تعلمتوش ليه؟ هو حد طلب مننا نتعلم وقلنا لا؟ انتوا هتستنوا الادارة لما تشقيكوا العلام بالمعلقة، المفروض انتوا اللي تطلبوا. يا عم مفيش فايدة، يعني هي دي اللي هتصلح عيشتنا؟ مالها عيشتنا؟ انت اللي ما قلناش عينيك غير التراب. بس بصراحة الإدارة ممكن تخلي حالتنا أحسن من كده برضه. هو احنا كل حاجة لزاها في الإدارة. احنا الوحشين في قلب بعض. الله 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 الله، ولما انت مش عاجبك عيشتك ولا زمايلك، قاعد هنا ليه؟ هل ايه اللي رماك على المر؟ امشي يعني واسيب لهم عرق اللي في الصندوق؟ عرق ايه؟ أصلهم يا سيدي بيخصموا نص أجرنا، قال إيه؟ بيشيلوه في صندوق الزمالة للطوارئ. كلام جميل، كلام معقول. أيوة بس علشان تقبضه لازم تكون قضيت تلات أرباع المدة. هو النظام ده ورايا ورايا. الله، أنت ما قريتش الإقرار اللي بصمت عليه؟ لا. خلاص، نقرأ لك إحنا الفاتحة. ايوه بس انا لما شفت البيه المدير لقيته راجل كله ذوق وانسانيه الحقيقه. شفته؟ كويسه دي، قال على راي المثل اعمى يقول شفت بعيني. مش معنى المدير يعني. هو في حد مفتح بيحس بينا؟ واحد لا اله الا الله. طيب ما تبعتوا جبنا البنات يطروا القعده شويه. نسيت. الاختلاط هنا ممنوع في غير اوقات العمل الرسمي كمان. طيب عن اذنكم اعمل مكالمه لمعلم فتوح في الدكان. اين الهاتف؟ هنا 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 هنا. يا ده انت شاطر قوي. لعلمكم انا اقدر اضرب اكبر نمره على القرص وانا مغمض عليها الاثنين. انت فاكر التليفون بجد؟ ده فور يا فتى اتكلم كلمونا هنا. اصله مستجد مستجد يا سيدي. تري فاهم ان في عناب مريحة وشغل سهل ومرتبات كويسة. فاهم؟ يعني ايه؟ يعني دخلوني جهنم وفاهموني انها الجنة؟ طب وانتوا ساكتين على حالكم ده ليه؟ احنا عجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا لا يا شيخ عبد الباري، انتوا فقدتوا النظر بس، لسه ما تشلتوش، لسه ما اتخرصتوش. ده انا لما كنت في السجن. السجن؟ ما علينا ما علينا. قصدي يعني لو كنت في سجن كان حالي بقى ارخم بكتير. لا 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 لا. ونايم لي زوني على كده؟ لا. وكما قال الشاعر الشعبي المجهول اللي هو انا، اذا كنتم تقبلت الذل وبالهوان رضيتوا، فياريتكوا ما اتولدتوا ولا من الاصل جيتوا. لا 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 يا اخواني، خليكوا فيها اشبعوا بيها، انما انا كرامتي ماشي بيها. كان غيرك اشنو؟ يعني مش عارف اخرج؟ لا خارج وابقى عين لو رجعت لكم تاني. طب على مهلك، هات ايدك. شكرا انا عارف سكتي كويس. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني تعالى تعالى. لا مش جاي. وبتف في وشي لو عشت معاكم. حد يقول لي السكة منين؟
فين باب السكة؟ عايز اخرج. الباب منين؟ يا ناس حرام عليكم، حرام عليكم. طب انتوا وعدتوني وتكذبوا عليا، تدوني الامل ليه وتخلوا بيا؟ يعني مش هرجع اشوف تاني. يا رب ابعت لي حد ينصفني بقى. العير رجع في الكلام والدفاخ على وشه هتبقى كوار. فين باب اوضتي؟ باب اوضتي فين؟ خدوني معاك يا ولاد، انا باقي معاك يا محدش فيكم طلع الدور التاني؟ لا، ولا نعرف بقى منين. انا سمعت انه مسكون بالعفاريت والعياذ بالله. تصوروا ان انا عمري في حياتي ما شفت عفاريت. المفتاحين بيقولوا انهم شافوهم، وبيقولوا انهم عاملين كده اهو شوشو ونولو. عاملين زاله كده اهو كده اهو. يمي اللهم احفظنا، غيروا السراج. يا مخلص. نعم مخلص. نعم. اثناء حديثك معايا بالامس ذكرت لي ان صوتك جميل وبتغني كويس، طب ما تسمعنا حاجه. بس كده عليا. ليه كده يا اخواني؟ عيب، زميلكم هيسري عنكم، عيب مش كده؟ طب يا ريت اغنيه اخي فوق الشجر. اخي شجعوا العندليب الاصفر يا اخويا. غنينا اللي ما شفناهوش، خش على النهار خش. غير يا عيني يا عيني. يا تكتهي في ملفظك يا عيني. ما عندك مناخيرك ودنك اي حاجه يا عيني. ما
الاسباب اللي قلت انا بصفات مالدهين. يا عيني. طب ده ملوش حل يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يا عيني. طب ما بينامش ما بينامش. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. سنتين تنادي عليها راحت خلاص. يا باي. لا وده انت كئيب كآبة يا بني آدم. ليه كده يا باب؟ ليه يا باب؟ وانا اخطأت؟ انا اجرمت؟ كلمة في وسط الكلام قلت غني يا سلام. ليه يا حبيبي؟ ليه يا ابن الناس؟ ليه تخسر زمان؟ ما تعرفش تغني اغاني فيها فرحه فيها سهلله؟ الله لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ما تقول كده من الصبح. وانا قلت لك نكد علينا هلا. ما اسمه غناء. غناء يعني ان حاجه كده نتراقص ونتمايل معاك فيها، حاجه تكسر السجن اللي جوانا، حاجه تفك الاكتئاب اللي لافف حوالينا. ما انت زينا يا ابني وحاسب اللي احنا فيه. يلا سيدي بارك الله في صوتك. يلا طب اسمع يا سيدي. ها فرايح. ها ايوه ايوه الحمد لله لقيتها. لقيت اللي كان سن البلاعه. اسمع يا سيدي اسمع اسمع. مشاعر ولا رقة ولا أحاسيس؟ أين أغاني الحب والعاطفة الجياشة؟ أين الرقة والعذوبة؟ سمعتك. نعم قول لي. نعم أنت حاطط عينك على واحدة معينة هنا وما لقيتش غير عيني. هلا لا لسه ما حصلش. يلا لا حب ولا مسخرة ولا كلام فارغ. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا أخ يا أخ عبد الخان. مين ده يا اخوانا؟ احنا ايش عرفنا؟ انا سمعت صوته قبل كده. ايوه ايوه عرفته. مين يا خيشه؟ فات من قيمة شهر وقال سلام عليكم برضه. يا سلام بقى هو ده. ومرضاش يديني دخان المعفن. ايه الالفاظ المسفه دي يا بني ادم؟ معفن؟ لا اي حد يخش علينا المؤسسه هنا تقول عليه معفن؟ الناس كلها عندك بقت معفنه؟ طب انا نفسي ربنا يخليني افتح نص دقيقه بس اشوف منظرك ايه. غريبه ده النهارده اول الشهر. يعني الراجل ده بيعدي علينا هنا كل اول شهر. يعني ايه؟ لا سيبوا المساله دي في دماغي شويه. قول لي يا مسعود. ايوه. انت مش وعدتنا تعلمنا القرايه بطريقه برايل؟ وانا قلت لا. طب ما يلا اي حاجه تطلع منك والسلام. طريقه برايل دي سهله خالص. يا سلام اول مره تبقى متفائل وما تخنفرش. مفيش فايده. يعني انا شخصيا اتعلمتها بسرعه كويس بس لا. ايه مفيش فايده؟ علمنا انت بس ومالكش دعوه. انا يلا يا سيد علمنا ازاي نقرا بطريقه برايل. حاضر بس باختصار زي بعض عشان مفيش فايده.
برضو تفضل يا سيدي. علمنا ازاي نقرا بطريقه برايل. العلم جميل والله، انت تملك العلم فهنيئا لك به، ونحن ظمأ فاسقنا من علمك. الله 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 الله، انت المعلم، انت المعلم، ومن علمك حرفا صرت له عبدا. متشكر. وين ليك عند الكلب حاجه، وين ليك عند الكلب حاجه قول له يا ايه؟ قول له يا سيدي. يلا يا سيدي، يلا 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 يلا. اتفضل. كلنا اذان صاغيه. اتفضل. نعم ايوه. لكم بتشاور لنا يا منيل؟ اتكلم عشان نسمعك. حاضر. لا لو تعبت نكمل بكره، مش اشكال. يلا بس انت لحقت تقول حاجه. اول حاجه لازم تعرفوها، اول حاجه لازم تعرفوها، لو مش عارف اقول التانيه وخلصني. ما انت هتسمع عليا. اول حاجه لازم تعرفوها، ولا انا قربت افتح. هلا خلصني. اللي لازم تعرفوه إن بدل الحروف بيتكتب نقط. بدل الحروف بيتكتب نقط وتطبع بارزة على الورق. فظيعة فظيعة. ويا ترى المقادير إيه؟ تقدم طبق اليوم يا ولا. اسال برايل، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ انا اعرفها بس مش عارف. انا اتفضل، ادي كتاب مطبوع بطريقه برايل، علمنا ازاي. دينا مثال يا كتاب. طب قربوا، مدوا ايديكم، حسسوا. ايه ده؟ مش عليا. مش عايزين قلق في القعده. الله يكرمك. احنا صحيح ما بنشوفش بس بنحس لا مؤاخذه. اتفضل يا سيدي. يلا عارفه. نعم. هات ايدك. اتفضل. حسس. هاي اهي الحروف عباره عن خروم. كميل امه يا ناس، بيدلعوك لغايه دلوقتي يا ولا. حروف خروم، ما انا عارفين الخروم حروف ولا الحروف خروم. المهم اقرا الخروم دي ازاي؟ احط صباعي في خروم مناخيري ابقى قريت خلاص يعني؟ مش لها طريقه اسمها برايل يا بني ادم. يا عرفه. نعم يا عرفه، مشي صباعك على الخروم. هات هات، مش هو زي الانجليزي من الشمال لليمين؟ يومين كده ليه؟ الله 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 الله. يو كتب، يو كتب في المؤسسه بتاعتي انا. امشي لك تفتح عينيك يا غبي. ما شفتهمش حضرتك، ما شفتهمش. يو كتب. حاضر. كويس كويس يا ولاد، القرايه مسلي، بس الكتب دي لازم تمر على الاداره الاول علشان نعرف اذا كان كتب ممنوعه ولا لا. كتب ممنوعه؟ ايوه. ده كتاب حقوق الانسان كمان. وانا ايش عرفني اتاكد ازاي؟ مش جايز يكون كتاب جنسي؟ ليه؟ عشان بنحس عليه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا 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 لا، وجهة نظر غريبة جدا. الكتاب ده، الكتاب ده هيفضل أمانة معايا لحد ما يجي أمين المكتبة ويراقب وأبديه لكم. شوفلكم مفيش فايدة. وأنت عاوز تشوف لهم أي حاجة تلهيهم وتشغلهم. يلا خلاص. حاضر يا فندم حاضر، ما تزعلوش. تحبوا أفتح لكم التلفزيون شوية؟ افتحه. هنعمل بيه إيه؟ لا سيدي نغم، أنا بفضل الدنيا نشوف إيه اللي بيجري حوالينا. اسمه التلفاز، بالفصحى التلفاز. التلفزيون أهو. قبل ما تفتحه. أيوه. ملون؟ ايوه ملون.
less of a riddle what I see you here again. امور الدنيا شوال. بيعرف انجليزي؟ لو انت سالم يقرا الترجمة. بسيطة بسيطة انا اشرح لكم. البطل بيبص للبطلة، البطلة بصت له، البطل داخل عليها يفكر يبوسها، هما يتعنيها لسه داخل عليها قرب منها هيحضنها حضنها بس فعلا يا سلام. ايه البوسه جت جنب العرضة؟ كفاية هذه المسلسلات كلها عري وإباحية. نحمد الله نحمد الله أننا لا نراهم. يا عبار يا أخوي، طب نفتح ونرى غيره. ادخل جنب العرض. حاضر. يا سلام حاجة رقاصة. اللهم مش مخرمين الشاشة ليه؟ بيخدعوكم وبيفرجوكم على تلفزيون بايظ. بايظ؟ ايوه ما فيهوش صوره، صوت بس. كده محرومين من الفرجه على التلفزيون. الله، وانت شفت ازاي عارف؟ شفت بعقلي. مديت ايدي ولمست الشاشه. لو كان فيها صورة كنت حسيت بالالكترونات. لو عشماوي قاعد يشرح لنا الفيلم خلى الدم طلع في نافوخي. طلع عليها البسوق بسوق تبلع الواد والبت والله. بتضحكوا على ايه؟ على خيبتكم؟ سلام عليكم. سلام ورحمة الله. تعالى يا اخ تعالى. ايه يا اخ، ما حدش بيشوفك كل اول شهر، انت فين؟ والله مشاغل. يا سيدي ربنا يديك الصحة. مين سعادتك؟ وانت مالك؟ لا اصل سعادتك بتشتغل ايه يعني؟ مالكش دعوة. انا اسف. ايه ده؟ سيب البلطو. ده بلطو؟ ايوه. جميل، لونه اسود مش كده؟ لا ابيض. ابيض يبقى انت الدكتور. تعالى حلا يا جدع حلا. سنية في ايه؟ بتعملوا كده ليه؟ لازم تكشف على سنية. هو انا قلت لا، بس سنية مين؟ انا. هو حصل ايه؟ تعالي نشلت لك يا دكتور. اشوفه هو ده؟ لقيته فين؟ جنب الحيط. سلم يلا. قلت 100% هيجي مؤسسها وللشهر عشان يقبض مرتبه. حاضر بس سيبوني. قد ايه؟ قدامنا على العيال. ايوه لازم تكشف عليها. او تشوفوا انتوا عليه مش اشكال. ايوه دكتور. ممكن حقنة فيتامين سي؟ وانت لازم تشحت اي حاجة وسلام. ايه الدوشة اللي انتوا عاملينها دي؟ اصاب العنف قابل الدكتور وخلاه يكشف على سنية. بس على الله بقى يقدر رجع لها نظرها. سنية بنت حلال وتستاهل كل خير. فعلا بنت حلال. الواحد يقول اللي بيشوفه. ايوه. بالمناسبة قولوا لي يا اخواني. ايوه. محدش فيكم يقدر يقول لي بلا حرج يعني، محدش يقدر يقول لي سنية دي شكلها ايه؟ انا اقول لكم. احذر الكلام عن النساء حرام. واخد لي بالك يا خارفة؟ جراء عباد ولا بلا صوت ولا صورة. بس على شكلها حرام اشوفها يعني. لا شوفها يا اخويا. شوف اتكلم يا استاذ ملاك. كلمني انا. شكلها ايه؟ استغفر الله العظيم، شعرها زي لوفة السلك. بس والله الشعر مش مشكلة تحلقه. الأهم عندي عينيها لونها ايه؟ اوه انت تعرف عينيها الوان؟ انت بتغلس معايا ليه؟ هو من باب الفضول يا اخي. عينيها مقفولين. والله ما هي مشكلة تلبس نظارة سودة، شكلها هيبقى رائع. زلبطة ونظارة سودة. مش مشكلة، الأهم مناخيرها. معوجة على جنب. لا يا بابا لا. ملهاش حل. لا والله ممكن تعمل عملية تجميل وهو مناخيرها جنب عينيها، تاخدهم في مقص واحد مش إشكال. طيب وجسمها متقسم يعني ولا؟ مالك من جسمها؟ أختي شايبة يا مخلص. لو أنت مالك أنت عارف. أختي زي أختك يا مني. لو أنت كتبتها على اسمك ولا إيه؟ ما هي مكشوف على المفتاحين وبيشوفوها. ريحوا نفسكم، مفشوله وجسمها العرض عرضين. اهي حاجه تملى العين. مش مشكله تعمل رجيم. طيب شفايفها؟ شفايفها مدلدله وضبعها شبرين وليها ناب كبير. بس اختصر.
قول شمبانزي واخلص. يا باي بوظت الصورة اللي كانت في خيالي. وانت اللي زيك يعرف الصور منين؟ ده انت رزين رزالة يا يا اخي، صورة مجازية انت حدق لي على الوحدة. صدقوني اذا انطفأ النور تساوت كل نساء الدنيا. الله الله على الخبرة. ومن نعم الله علينا انه اطفأ نور عيوننا حتى لا تفتن النساء. يجوز يا اخواني النساء فتنة. ايوه الطعام فتنة. الطعام ده اذا كان مكشوفا. الاموال فتنة. موعد الطعام افشل الطريق. مخلص 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 مش هتاخدني؟ ربنا موجود. عليك يا فندم. سعادة تعالي هنا. ايه سعادتك؟ ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ دايما ماشي بنصك التحتاني كده. سعادتك فاهم بقى. طيب ما دام بتقول لك الغسيل اللي انت غسلته منين شفوه لمه. ما دام رمان يا فندم. ايوه ما دام رمان هتخش. حاضر يا فندم قلب لي الغسيل. يلا بسرعه قلب لي الغسيل يا فندم. ايه ده؟ انت جننت؟ خارج منين؟ هو ما حدش شايفنا سعادتك، كلهم جوه قاعدين ياكلوا. ولو انت عارف ان الباب ده سري ممنوع اي حد يخرج منه، الباب له غني. يلا بس يا سمعاوي عرفت اللي حصل؟ الدكتور كشف على ثانيه وقال لها تقدر تعمل العمليه، بحضر لها الورق بتاعها اهو. طب وطي صوتك. وطي صوتك الكتمه. ليه؟ عمليه زياده كلفنا على الاقل 5000 6000 جنيه، اجيب لها فلوس منين؟ ده احنا علينا نجيب متكتله. لكن دي بقى مسألة إنسانية يا أستاذ سبعاوي. ولو إحنا عندنا أولويات، إحنا عايزين نأكلهم عيش لما نعمل لهم عمليات. إعملي معروفة تتعيش عليها يا فندم. طب وإيه الفايدة؟ ما الدكتور قال لها خلاص. إيه ده؟ الدكتور قال لها؟ مش هو ابن أختي؟ إنما هفصله إن شاء الله. وأنت عليكي إنسانية. إيه ده؟ هو أنا مالي؟ هو كل البلاوي على دماغي؟ أنت الأخصائية الاجتماعية هنا وعليك إنها تخليها تمتص الصدمة وتتكيف مع الوضع اللي فيه. علمك أنا الحكاية. أستاذ سبعاوي أنا مش عرفت اللي حصل. مش الدكتور قال لي هرجع أشوف؟ والله ألف مبروك يا بنتي ألف مبروك. طب وحضرتك هتصرف لي فلوس العملية امتى؟ أيوة أنا هصرف لك يا سنية. أيوة يا جماعة في إيه؟ في حاجة؟ تليفون علشاني؟ سيد به السيد؟ أنا إذنك نصيحة تقوم باللازم. اتفضل حضرتك. سنية أنا في الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه. عارفة عارفة. الله يبارك فيك يا نظيم. أنا بالحق، هو أنا هعمل العملية إمتى؟ في الحقيقة يا أختي مستعجلة على إيه؟ هم زهقتي منه عايزة تمشي؟ أبداً والله ما أنا هبقى جزور. أنا حتى ابتديت أحب المؤسسة خالص. طبعاً، ما هو دلوقتي في ناس وشهم حلو عليه. طب بالحق يا أنصار. نعم. لا يا أختي ولا مال. لا كاسف ولا كده. طيب طيب. مس نظيرة. أنت يا مس. أنت يا أختي. الله إيه إيه. هو بالحق يا ميس بالحق يعني هو وبعدين في الدلع ده كلمي عادل يا بنت. حاضر. هو بالحق يا ميس الجدع الجدا اللي اسمه عارف شكله ايه يعني؟ ليه حبيتيه من اول نظره؟ والله ما انا يا ميس دي بنت ثانيه اللي وزتنا سالك. انا ابدا والله ده انا عمري عارفه اتكلم في الحاجات دي خالص ولا حاجه ابدا مش عارفه فعلا. سنية مش ممكن تسأل أسئلة سخيفة زي دي. ليه هو سؤال حب؟ يا رب يسعدك يا ميس. حاضر. يا رب يخليكي تقولي. طيب. إن شاء الله يا رب تلحقي تتجوزي. حاضر. قبل ما تعنسي. معرفش. أنا ما باخدش بالي من الحاجات دي. ولا أنا. أنا ما بطيقش أبص الجنس راجل. إيه ده؟ عيب. عيب يا بنات كفاية بقى. سنية. انا كنت عايزه اقول لك ما تقوليهاش مستعجله ليه؟ تستنى لما تبقى تفتح. قال يعني هتشوف الامل. ايوه هتفتح. انت مالك انت يا معقده؟ ايوه يا نظيره كنت عايزه تقولي ايه؟ والله يا مشي يبقى لازم شكله مش ولا بد بقى. يا اختي ما تحطيش في دماغك تلاقيها غيرانه زي ناس. لا انا ما يهمنيش يبقى مسمسم ولا حاجه. هو ما شاف حسن فهمي خلاص هيطلع جميل اجمل من حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف. إما طلعش النابلسي
جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. بصوا يا بنات الرعشه دي، جميل جمال ملوش مثال. الله بتعملي ازاي يا انصار؟ استنوا معايا يا بنات. جميل جمال ملوش مثال، وفي الحياة اللي قال زي الغزال. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، وفي الحياة اللي قال زي الغزال. الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا، وانت معايا تسألني ليه؟ معرفش والسر ايه؟ ما بشوفش. يا سادة يا فتحتي راجل، مش عيب تدخل علينا كده؟ ما انا قلت احم وقلت يا سادة. اتفضل من غير ما ترد، الوقت ده للبنات بس. ولما هو البنات بس سيادتك قاعد معهم تعمل ايه؟ مش فاهم. ما هو اللي تقبله نفسك يقبله غيرك يا اخي. دعيت تغناني استاذ مناف. اوه ايه انا جاي اضرب تليفون. هلو هلو، ازيك يا جميل وحشتنا. انا لسه كنت معاك يا انصار كده. طيب احنا بس حابين نطمن على عيونك ومراخيرك في ذات الوقت. لقد نزل علينا الخبر كالصاعقة. ايه ما بترديش ليه؟ في حد جنبك؟ هو ايه اللي تلحقها دي؟ بطل معاكسه. ظهر في واحد مخنوق دخل في الخط. طيب طيب هقفل واجيلك. طب حاسب انت جاي الطريق زحمه وفي كرسي في سكتك. لا هاجيلك من صلاح سعد. انت رايح فين بالظبط؟ يا بنات اياك واحده تتحرك. صلاح سالم مقفول كده. طب رايح اقول للإدارة. يلا احنا بينا يا انصاف نبعد بقى، مش ناقصين كلام. والنبي ولا اللي حشاكي؟ لا ثانية ما زي اللي حاف. نعم نعم. ايه ده في عجلة نامت ولا ايه؟ انا يا ماما حرام عليك، هتبقى عليا وداني ما تفهم. اسمعني. ما تروحيش خارجه سني. مبروك على العملية يا سنية. البركة فيك انت يا عرفة. ده انا لو اطول كنت قسمت العملية واديتك عين من عيني. لا لا يا ماما لا، انا دخلتها كفيف وحخرج منها نحيف. امال انا ليه بيتهيألي ان محدش بيشوف غيرك؟ الايام لما لطمتني فتحتني كنت لوحدي. لاطوني جماعه وانا صغير، حاولوا يستغلوا عهدي ويعلموني الشحاته. رفضت، قلت لهم اموت من الجوع بس بكرامتي. جدع. علموني النشا. انت ده صغاري. كانوا هما مفتحين يلخموا الزبون ويسيبوني انا الطشو. وطبعا ساعتها ما كانش حد يشك فيا، كانوا فاكرين ان ايدي هي كمان كفيفه. ما عرفوش انها خفيفه. وبعدين حصل ايه؟ الحمد لله ربنا وفاني وجبت مجموع ودخلت السجن الحمد لله. ما تستغربيش، السجن مدرسة كبيرة، ناس تخشوا الجنح تتعلم جوه الجنايات. أنا دخلت أعمى طلعت مفتح،
اتصاحبت جوه على افندم اللي متعلمين بجد مش على من الجامعه والاكاديميات. نورني بقى يقرا لي كتب واشعار، علمني يبقى لي وجهه نظر. خرجت من السجن وجيت على هنا عشان ابدا من جديد. لقيت هنا النشل على اصوله وعلى عينك يا تاجر. انا اسف دوشتك بنفسي، بس يمكن بعد ما تعملي عمليه وتفتحي تسيبينا وما نتقابلش تاني. لا ما تقولش كده، ده انا الود ودي ما سيبش المؤسسه خالص. والله تسيبيها ما تسيبهاش ما تفرقش معايا الحقيقه، بس ممكن اكلم لك نظيره اخليها بعد العمليه تشغلك معاها هنا، على الاقل هتبقي حاسه بينا برضه. الله طب انا حاسه بيكم من دلوقتي. استاذ عرف كويس قبل حظيرك. شكوى انك بتقف في وسط البنات. اذا كان بيبارك لي على العمليه يا اختي. طب ودلوقتي مستني ايه؟ الحقيقه انا كنت عايز اعملها مفاجاه للاخت سنيه، انما زي بعضه انا بعت مزمزيل انساف تجيب بقيه المجموعه عشان نعمل حفله صغيره لسنيه بمناسبه العمليه. عشان كده كنت بتوشوش. هل دق الشكو بابك يا سنيه؟ والله مخي ودى لحاجه ثانيه خالص. لست انا هذا الرجل ابو عيون زيغه يا سنيه. ظلمتك. ليه يا ظلمه؟ ظلمتك. ليه يا ظلمه؟ ظلمتك. ليه سنيه يا ظلمه؟ وحشه. لا انت حلوه. لا انا وحشه. لا حلوه. والله وحشه. والله فله يا عرفه. لا انت قله. خلاص حبك تقطعي حبل سهوكه. عارف. يا نعم. حفلة ايه بس؟ الحكاية مش سهلة زي ما انتوا فاهمين. يعني ايه؟ في الواقع. شكرا خلصت. ما دام بدأت بالواقع يبقى مهبب. في الواقع مفيش ميزانية لعمليات في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر ده يطلع قد ايه؟ مش السنة دي طبعا ولا السنة الجاية، لأن الاعتمادات مخصصة لترميم الدور التاني. سيبك من القرع ده. غصب عنهم يجدوا ميزانيات. ما هم بيبعزقوا شمال ويمين في كلام فارغ وانت عارفه ده كويس. انا ما بعرفش حاجه. ليه ساتي مالكيش عينين تشوفي بيها؟ والله الميزانيه مش اختصاصي. اختصاصك تبحثي مشاكلنا وتحلها لنا. ابحث مشاكلكم بس لكن ماليش دعوه بالحل. انت بتغلطي نفسك وبتغلطي ضميرك. مش عايزه تشوفي الواقع اللي بتتكلمي عليه. زي ما انت واقفه قدامي دلوقتي ومدياني ظهرك. اهو بس مش كلام فارغ. انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. من فضلك سيبيني اواجهها. انت مش عايزه تسمحي لحد يوجهك بالحقيقه. كفايه يا عرفه. استني يا ماما. قلت لك ما بحبش حد يديني ظهره. كلميني زي ما بكلمك. خلاص بقى يا عرفه. طب هي بتجعلني ايه؟ انت تجعل ولا حاجه يا ابني. مش انا يا ماما. لا لا ده انا عرباك يا امي. لا خلاص يا عرفه. ده انا كنت بقفل قهاوي يا ماما مش انا. خلاص يا عرفه بقى. طب ايه انا بتستفزني ليه؟ بتستفز ولا حاجه يا ماما. لا ما هي ساكته يا ما انا ما انا خلاص يا عرفه بقى. خلاص بقى. ما تعطيش يا سنين. امسكي المنديل امسح دموعك. ما تعطيش يا سنين. العياط انهيار. لا لا يا ماما لا. لازم نتماسك لاني لازم في حل. ضروري نشوف حل. بس هنشوفه ازاي. يلا بسرعه لازم ناخد قرار سريع في الكلام اللي اتفقنا عليه امبارح قبل ما حد يطب علينا من الاداره. لا 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 طب اسمعوا انا عندي فكره. حد فيكم راقب الباب عشان لما يشوف عشماو جاي من بعيد يقول لنا. ومن بعيد ده انت مبالغ. لسه بدري. اسالوني انا السجان بيزهق اكتر من المسجونين. شوفوا ما تخافوش دول معانا. تعالوا يا بنات
سنية تعالي جنبي يا سنية. ده انت نيكة دي. ده اجتماع مش قاعدة في الكازينو. اخ مخلص اتكلم يا عرف. اخواني اجتماعنا النهارده بخصوص عمليه الاخت سنية، واديكم عرفتوا ان الاداره بتتحجج بالميزانيه. اوه بلاش التشكيك ده يا اخي. واحنا شرفنا، مش يمكن الاداره ما عندهاش فلوس فعلا؟ خلاص يعرضوا علينا الميزانيه نقراها ونعيشوا فيها، بلاش كفايه. الله 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 الله، ده انت ناوي تعمل ثوره بقى. لا نسكت على الظلم. يا سلام، ما المظالم كثيره، اشمعنى يعني الانسه السنية اللي هنتحمق علشان خاطر عيونها؟ خلاص خلاص بلاش، انا مش مهمه يا شواهد. ما تقعديش تسخني فيا في الاخر تقولي لي مش مهمة. لا مهمة يا سنية، مهمة عشان خاطر عيونك وعيوننا كلنا. يا اخواني العملية دي مطلب، لو نجحنا فيه هنحقق كل مطالبنا بعد كده. فكرة سنية، انت مش متحوش لك مبلغ في صندوق الزمانة؟ ايوه بس ده ما يقضيش تكاليف العلاج والمستشفى والدواء. لا ده انا اخويا، انا حبيبي ارجع سنية، اللي متحوشك في الصندوق على اللي متحوش لبيت الزملاء هيكفي وزياده. لا ارجوك ما تحرقش حد يا عرفه بقى. لا يا ماما لا، دول كلهم يتمنوا يساعدوكي مش كده رجاله؟ اسمعي ليه اتخلصتوا ليه؟ مش بنفكر. ايوه يا اخي تاني سلام. طيب طيب نص اللي متحوش لكم سلف هيترد لكم والله. خلاص بلاش ان شاء الله معاك نشوف. عليكم رجاله تخلوا الشهامه تيجي بالبنات. وافرد العمليه ما تتفرش تضيع فلوسنا يعني. منك لله بوظتي قضيه المراه. سنية. نعم سنية. نعم سنية، انا موافق يا سنية. ما نحتاجلكش في حاجه وحشه يا استاذ خيشه. مخلص مخلص امين، اصلك ما تعرفيش مع الزفت عندي قد ايه يا سنية. أنا ما بنامش الليل، بنام بالنهار. هتغني لها؟ ولا أنت قلقني أنا، مخليني ماشي وعينيا في وسط راسي. اللي بعده الأخ ممسحة، خيشة ولا إيه؟ قول حاجة يا خيشة. ربنا ينور لك طريقك ويسهل لك سكتك. قادر يا كريم. انت بتكتب لها شيك ولا ايه؟ ما تيلا يا ابني اهو ده اللي اقدر عليه. انت عايز تشيلها تشحت بيها؟ شيخ عباري احسمها يا شيخ عباري. يا زملائي يا أحبائي تعاونوا على البر والتقوى. يا سلام الله يفتح عليك يا شيخ عباري. هات يا بابا. بس مش شايف إن 50% افتراء؟ حبيبي أنا طلعت منه 0.5%. لا ده مش زيك يا حاج، دي مساعدة لزميلتنا، والموقف ده هيعود علينا كلنا على الأقل هيحط مبدأ يا ناس. أيوة لو ادينا لها نص اللي متحوش لنا هنعمل إحنا إيه؟ نشحت. عندك مشغل وزير، ما أنت طول عمرك شحات. ثم حد فيكم شاف بنين احمر من اللي في الصندوق؟ ايوه صحيح. طب افرض الاداره ما بتديش تدينا فلوس. خلاص ساعتها ما في تصرف تاني، هنعمل ايه بقى؟ انا بتبرع لها بكل نصيبي في الصندوق. ولا مش عايزين منك حاجه، ارجع على عشان نجري ما حدش يقطع. يلا يلا صعبت عليا يا عرفة. تحرم علينا فلوسك. يلا طلعت قلبي يا ناس. جاي عليا جاي عليا عرفة. يا ابني انا مش دعوه. لا يا عرفة لا، انا زبنكة عرفة. لا انا ماليش دعوه. انا عايز ايه؟ البنت مسكينه. ما احنا بننملها يا اخوانا. ده مكانه مش هنا، ده مكان الحميات. اوعى اعتبرها بقى يا اخي. عرفه ايه ايه؟ خد كل فلوسي يا عرفه. طيب حاضر حنخد. انا مش عايز الفلوس. ما تحرقها بقى يا اخي. مالي مش عايز عرفه. طيب حاضر خدها كلها. خد مفيش حاجه في الفلوس. طب اهدى اهدى اهدى. هناخد كل فلوسك. لو عايزنا ناخد عمرك كمان هناخد. بس لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. بس ايوه بس. لا يا ماما لا، انا ما صدقت نايم الولد.
اي كلمه حنينه منك هنلاقيه خنفر. ايوه بس ده كتير، انا ما استاهلش كل ده. يعني اخو قاسم امين يا خي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس بقى انا اكبر واحد دفع فيك ومحدش لاحظ زي خالص. بس بقى عايزين نقول كلمتين على بعض، ما تتلم تتلم شويه. بس بقى اخواني اخواني اسمحوا لي بكلمه. دي خطوله يا اخي. مزرجل ليه؟ مزرجل ليه؟ اخواني دي خطوله، لازم نتحد ونحدد مطالبنا، واديكم عرفتوا ازاي الاداره بتستعمانا. يكفي انها خلقت جوه كل واحد فينا شبح اسمه عشماوي. ايوه علشان نحس ان احنا متراقبين، انما الحقيقه هو ملوش وجود، احنا اللي بنراقب روحنا بنفسينا. افرم عليك يا شواش. لا مفاتح يا شواش. ايوه عشماوي. شفت لكم؟ مفيش فايده. وسمعت كل اللي قلتوه. لا ما تكذبش، انت خرجت من بدري ولسه راجع دلوقتي حالا. لا يا ناور، انا قاعد في وسطيكم بس عملت روحي خرجت عشان اعرف ايه اللي جواكم. مستحيل. ايه اتعميت انا بقى ولا ايه؟ مش فاهم. هو انت لسه ولا مش هتبطل لما اقعد؟ هلا وبعدين من انت؟ لو كنت خرجت او ما خرجتش. ايه طب عيني فينك كده؟ الحركات دي مش عليا يا اخويا. وبعدين بقى انا لازم اعرف انت بص فين بالظبط. هات النضاره. لو عينك فيها قلعها لك. طب يلا. عينك فيها؟ قلعها لك. تعال. بتبص لي كده ليه يا هلا؟ مش قادر امنع نفسي من النظر لسحر عليك. ما تبصليش البصه دي، بص في الارض. لا مؤاخذه انا اعمى صحيح، لكن مفيش حد كاسر عيني. ايه؟ فهمني يا عشماوي؟ هات النضارة. النضارة كسرت. والله كسرت. اوعى عينك يلا، اوعى عينك يلا. حصل والله. ايه ده؟ وبعدين يا نصير، الموازنة كده مش مظبوطة أبدا، أنا لازم ألعب في الميزانية دي شوية. ميزانية؟ أي. أنا ماليش دعوة باللعب ولا بالميزانية، أنا هاجي بعد شوية. لا لا لا، تعالي تعالي، أنا هخلي ميزانية أكل المكفوفين 5000 جنيه في الشهر، إيه رأيك؟ إزاي ده؟ أكل المعفن اللي بياكلوه ده ب 5000 جنيه؟ لا، ما أنا هدخل تحسينات على الوجبات. آه، وطبعا التحسينات دي على الورق بس. آه، ما طبعا لازم التحسينات دي تبقى على الورق بس، أمال هطلع من كفايات ليا وليكم الملك إزاي؟ أنا ماليش دعوة بالكلام. خلاص بلاش أنتوا كفايات. استنى بس. إيه؟ اللي تشوفوه. طب تعالي، تعالي امسكي ورقة وقلم واكتبي جوابات لكل الهيئات والجمعيات اللي ممكن تساعدنا. يلا امسكي الورقة والقلم واكتبي. ده. ايه فيك؟ حضرتك لابس بنطلون بيجامه في المؤسسه؟ هو في حد فين بيشوف؟ ما يصحش كده برضه. ثم انا هبقى براحتي في المكتبه. يلا اكتبي. اكتب ايه؟ السيد المحترم الفاضل، تحيه طيبه وبعد، ارجو ان تمدوا لي يد المساعده من اجل الانسانيه المعذبه. ايه؟ ايه رايك يا نزوزه؟ ايه رايك في المعذبه دي؟ كويسه. كويسه؟ وانت كمان كويسه وجميله وقمر. ايه ده يا فندم؟ ده ما يصحش كده. ليه؟ ما يبقاش دمك تقيل.
ما احنا بقينا لوحدينا. يا استاذ سبعاوي لو وين يا سبعبع؟ ها؟ اوعى كده. بقول لك يا سبعبع بمناسبة ايه؟ الله، احنا مش هنتجوز. ما انت بقالك 5 سنين بتقول الكلام ده. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي، ما انا قلت لك لازم اطلع مراتي وامنا الاول، وهي صاحبة عيل مش عايزة اكون السبب في موتها. طيب خلاص، يبقى سيبني في حالي لحد ما اتطلق. اوكي، تقدمي استقالتك وترجعي لي الهدوم اللي انا اشتريتهم لك. ايه ده؟ انت بتذلني بالشغل؟ ابدا يا حياتي ابدا، بس ما اقدرش تقدم عينيا وبعيد عليا. ما فكرتش ولا في ظروفي، هصرف منين على امي واخواتي الصغيرين؟ والله ما انا اللي بصرف عليهم. حني بقى يا باشمهندس، ثم انا اعمل لك مكافاه الشهر ده 200 جنيه والشيك اهو. شيك بس؟ انا حاسه انك اشتريت. لا ده انا بحبك يا بقول لك ايه، ما تمدش ايدك عليا بقى. الله، اوعى انا عايز اخرج. بنت بوليس بس. انا اسف ان انا دخلت على غفلك يا وحش. عموما ما يهمكش، ما انا لوحدي هنا. سعادتك لوحدك؟ ايوه لوحدي. طب عايز اتكلم مع سعادتك في موضوع مهم جدا. طب بسرعه علشان في دي شغل مهم ما عايز اخلصه. ايوه واخد بالي واخد بالي. ربنا يوفقك في كل اللي بتعمله، ربنا يوفقك. حقيقه سبعوبين موضوع انساني جدا وطلب من سيادتك التركيز. ثانية واحدة اقفل الباب بقى. كويس كويس قوي انك قفلت الباب. ايه؟ خير؟ الحقيقة يا سبعوبين. ايه؟ في ايه؟ لا اصل لما قعدت عليها لقيتها سخنه الحقيقه. وساعتك قبل ما اخش كنت قاعد عليها برضو. ايوه كنت بريح شويه. اه وارتحت ولا انا دخلت قطعت عليك القعده؟ اه ارتاح حالا. هيا يا سبعوبي احنا هنا كلنا فرحانين. ايوه فرحانين على اساس ان في مشاكل كتير ساعتك بتحلها لنا، بس احنا شايفين يا سبعوبي الحقيقه حضرتك معايا. ايوه معاك. اتكلم عايز اقول ايه؟ عايز اقول عمليه وسعت قوي يا سلام. وصلنا كفايه كده بقى. عمليه؟ عمليه ايه؟ انت فاهم ولا فاهم؟ وحاول تهم الموضوع. موضوع؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ اتكلم عن انسه. انسه؟ سنية عملتوا ايه في العمليه بتاعتها؟ انا عايز اقول انا شايف اسمعوا بيه انك لازم تحدد تاريخ لاجراء العمليه، خصوصا ان كل الزملاء اشتركوا. ايوه بس انا بلغني ان في علاقه بينك وبين بنت ثانيه، وانت عارف انا يهمني الاخلاق في المملوه. ايوه واضح، بس انا مرضي شريف وسعيد اتجوزها طول الباقي عليكم انتم. علينا؟ علينا احنا مين؟ انا عارف انك ماسكها كويس. ماسكها ايه؟ الاداره. وعشان كده انا شايف سبعه وجيه. يا نهار اسود. سبعه وجيه خلي بالك، عندك في المكتب هنا بورص. سبعوبي ايه؟ ما بتردش ايه؟ تروحت فين؟ انا في الحمام. اه ماشي معاك ماشي يا عم. ايوه عارف يا ابني، انا هفكر في الموضوع وبدي خبر لان المساله دي. الله ايه ده؟ ايه الظرف ده؟ لا ده اتشبك مع مين بس؟ لا لا ايه الظرف ده؟ اتفضل انا هفكر في الموضوع وبدي خبر. لا لا سلام، مش محتاجه تفكير، دي عايزه قرار سريع من سيادتك. ايوه خصوصا ان في امل بنت تتفتح وتشوف. طيب ماشي مع السلامه. هنتعامل مع سيادتك اب. ايوه انا اب والله. انت خلاص 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 انا كمان خلاص الحمد لله. اه في موضوع تاني بيأثر علينا تحت. موضوع؟ موضوع ايه؟ يبقى شد السفون. الله يكرمك. ايه ايه شد السفون ده؟ انت ازاي تسمح لنفسك تستغل الموقف بالحقاره دي؟ فين؟ اهدي بلاش فضايح. فضايح؟ فضايح ايه؟ اتفضحت خلاص. انا متهيألي كده انا عارف احس باللي كنت بتعمله. لا دي تهيؤات، انت الاعصاب بتعملها شويه. انت اللي مش قادر تمسك اعصابك. سامحوا مين؟ افتكرتك الشواب. ما انا جاي عشان كده. ايه ماله سيف؟ مفتح سامحوا مين؟ مفتح وعامل نفسه كفيف. وعرفت ازاي مفتح؟ هقول لك حاجه. مفتح يا لهوي، مفتح يا باشا يا باشا. شوف يا ابويا يا شباب. هنفكر ازاي بالطريقة دي؟ اتكلم يا لؤول. يا بيه بيشوف كل حاجة بتحصل في المؤسسة. تصور سعادتك انه اتكلم من صيغة مش غريبة. لا ما تتكلمش، انا لا عايز اشوف ولا اسمع حاجة. اتكلم انت يا بيه. اتكشفنا. ازاي؟ عرف عارف كل حاجة. عرف؟ عرف ايه؟ عرف ان ايه؟ انك ايه؟ اني وزع يعني؟ اه. طب وايه يعني؟ قدرك كده هتعمل ايه في نفسك؟ الله يا ولد.
ما تعملش بنفسك كده تاني. ما جابلكش ستي؟ لا يا فندم. ده غير بقى انا لسه شايفه بعيني دلوقتي هو بيحسس على الباب السحري اللي مودي على الطور التاني. بيحسس على الباب السحري اللي مودي للطور التاني؟ ايوه يا فندم. لا يا اخي لا، ده مش معناه انه مفتح ولا حاجه، هو بس ذكي شويه وانت ما اتعودتش على كده. وانا اشوف اذكياء فين؟ انا مع سعادتك على طول. ايه الخسارة؟ حسن ملابسك. بس دي غلطتي انا فعلا، كان لازم اول ما دخل هنا وشفت في ايده كتاب اعرف انه خطر واصفه بالمعروف، ده عامل لي فيها تحصين. طب ما احنا فيها يا فندم، اطردوا سعادتك ناقص واحد. لا ما ينفعش، ما تنساش انه دخل وسطينا وشاف، قصدي وعرف كل اصحابه. عرف القليل يا سبعه وبيه، ولو خليناه هيعرف الاهم. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انا لو طردته هيعمل فضايح حوالين المؤسسه ويكشفنا. طيب حضرتك شايف ايه؟ شايف انه يخرج، بس ما يخرجش سليم. ورايا. تمام خش خش. طيب افهم الاول انت جايبني هنا ليه؟ هيكون ليه يعني؟ عشان تلمع الازاز. لا لا مؤاخذة، انظف مكان نمتي في العنبر بتاعي، جايز اني ما لمعش ازاز المدير. هتلمع الازاز. مش هلمع الازاز. انا بقول لك هتلمع الازاز. وانا قلتها كلمة مش هلمع الازاز. انا اطوى الشيش الاول وبعدين انا لمع. طيب انا ماشي. عشماوي مشي. طيب وانا قلعت الجلابيه. لا لا اقصد ولبست قميص وبنطلون. جبتهم منين دول يا عارف؟ من صديقي اللي في السجن، اداهم لي هديه وانا خارج. الله حلمين عليك قوي. سليم، في حد من الزملاء معانا هنا؟ لا بس مش غريبه انهم سابونا لوحدنا. انا فهمت، عايزين يزلوني، عايزين يكتشفيني وانا بلمع الازاز. انا شايفك كبير مهما عملوا يا عارف. وانا شايفك جميله ورقيقه. اشوف وحيد ربنا الكلام الفظيع ده كله عشان تيجي تاني يا باشا. سنيه. نعم سنيه، تقبلي تتجوزيني يا سنيه؟ وانت ذنبك ايه بس تربط نفسك بواحده عمش؟ يا سلام، وانا كنت تلسكوب. انت ذكي ومخك كبير والف واحده مفتحه ترضى بيك يا عارف. يا ست انا عايزها كده. لا انا هدوب اتجوز واحد زي كده ونمشي نتعكز على بعض، انما انت بتشوف يا شوان. طب لو قلت لك اني ضغطت على سبعه وخليتي واقفه على العمليات. صحيح. عيب، انا وعدتك. ترضي تتجوزيني يا سنيه؟ ارضى يا دكتور. شايفين دايما انسان قليل الادب وما عندوش دم. ثم احنا بنعمل ايه يعني يا سنيه؟ سنيه عارف. تجدوا على اخر الزمن.
تدسوا مكتبي ما يبقى مصريش الا الاخلاق بس الشاطر عايز تاخد فلوس دي عشان خاطر عيونها وجمهورها دي بتمثل القدرة بس كفاية دي مش اول مرة كفاية شيل ايدك من عليها يا فاجر ولسه ليك عين ما تعطيش ما تعطيش يا سنية غصب عنه من حق حيبان ده فين يا عرفة أنا هو خبيني من عليهم